السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك عزيزي الدارس في رحاب جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. طبعا اليوم إن شاء الله سنكون مع سلسلة جديدة خاصة بالطالب، وهي كيفية الدخول على نظام إدارة التعليم وجميع العمليات التي في نظام إدارة التعليم عن بعد. طبعا نقوم أيضا مثل ما قلنا سابقا واخترنا رابط التسجيل الخاص بالبوابة الإلكترونية، الآن نقوم باختيار رابط النظام الخاص بإدارة التعليم عن بعد والذي هو أمامكم الآن في الشاشة. نقوم بنسخه، هذا إن شاء الله سيكون معكم في أسفل الفيديو في التعليقات الرابط، وأيضا سيكون إن شاء الله في موقع الجامعة، سيكون هذا الرابط إن شاء الله موجود في موقع الجامعة. نقوم بنسخ هذا الرابط ونقوم بلصقه كما قلنا سابقا في أي متصفح من المتصفحات، وليكن هذا المتصفح. بعد الضغط على زر انتر، هنا هذه الواجهة الرئيسية للدخول النظام إدارة الطلاب. نظام إدارة الطلاب هذه واجهته الرئيسية. الآن نقوم بإدخال الاسم المستخدم كما أخذنا سابقا، وهو حسين عوض. حسين عوض مع كلمة المرور الخاصة به التي أرسلت له سابقا، ونقوم بالضغط على زر انتر. هذا الآن الحساب الخاص بالطالب حسين عوض. طبعا هنا الواجهة الرئيسية للحساب الخاص بالطالب. نبدأ أولا بلوحة التحكم. طبعا لوحة التحكم والتي هي هذه تظهر لنا جميع البيانات الخاصة بالطالب الموجودة في هذه الجهة أيضا من الشاشة. بداية ببيانات الطالب، طبعا عندي الآن بيانات الطالب هنا الرئيسية، اسم الطالب، رقم القيد الخاص بالطالب، تخصص الطالب، الدفعة أيضا الملتحق بها الطالب هذا، مع مستوى الطالب الحالي. طبعا هذا الطالب الآن عندي في المستوى الأول. تأتي بعدنا الخانة التي بعدها الخاصة بجدول المحاضرات مثل ما هو موضح أيضا أمامكم في هذه الجهة اليمنى. عند الضغط على زر هذا الزر يظهر أمام الطالب جدول المحاضرات الخاص به خلال كل يوم الأيام، جميع الأيام التي بها محاضرات، مع القاعة، مع التوقيت الخاص بالطالب، عدد ساعات المحاضرة أيضا مثلا هنا في كل محاضرة بهذه الطريقة، عدد ساعاتها، التوقيت الزمني لها، مع متابعة المحاضرة من خلال هذا الزر الذي إن شاء الله سيكون معنا في المقطع التالي. فيما بعد أيضا خانة جدول الامتحانات. جدول الامتحانات أيضا يعطى للطالب جدول الامتحانات الخاصة بنهاية كل فصل، سيعرض أمام الطالب في هذه الناحية مثل ما هو موجود أيضا في لوحة التحكم. مباشرة يظهر في لوحة التحكم الخاصة بالطالب جدول الامتحانات. أيضا استمارات ووثائق تهم الطالب مثل هذه الاستمارات الموجودة الآن أمامنا، بالإضافة إلى كثير من الاستمارات التي ستنشر أو ستعرض في ملف الطالب فيما بعد إن شاء الله. هذا الآن مثلا نموذج استمارة طلب الالتحاق، نموذج استمارة تجديد القيد مثلا هنا، طلب وقف القيد، إعادة القيد، هذه استمارات أو نماذج استمارات يقوم بتعبئتها الطالب، تخص الطالب بدرجة رئيسة. هنا في هذا الجانب يأتي معنا المناهج الدراسية، المناهج الخاصة بالطالب اللي هو الكتب الإلكترونية لكل مقرر. طبعا هنا الآن موجود معنا مثلا مقرر مهارات الاتصال، الكتاب الإلكتروني الخاص بمقرر مهارات الاتصال، مقرر اللغة العربية. إن شاء الله سنأتي في مقطع آخر كيف نقوم بتحميل هذه المواد وكيف نقوم بالاطلاع عليها، سواء كانت استمارات خاصة أو كانت مقررات إلكترونية. سنقوم إن شاء الله بشرحها تفصيلا كاملا. هنا يأتي معنا في نهاية الصفحة
التنبيهات الهامة الخاصة بالطالب. طبعا تختلف التنبيهات، منها ما هو تحذير ومنها ما هو تنبيه ومنها ما هي رسالة. طبعا هذه مثلا رسالة يعني للطالب لجميع الطلاب، لا تنسى تحميل ملف استمارة طلب الالتحاق. هنا تأتي الرسالة كاملة، الوصف للرسالة كاملة. أيضا هنا تنبيه مثلا مهم، تنبيه أو تحذير، هنا تحذير للطالب كونه تبقى له مثلا مهلة 3 أيام لدفع الرسوم الدراسية، أو تنبيه لمتى موعد القسط، دفع القسط الأول من رسوم الدراسة. هذا باختصار الآن حول الواجهة الرئيسية لنظام التعليم عن بعد الخاص بالطالب. إن شاء الله سيكون معنا في المقطع اللاحق أو المقطع الثاني من هذه السلسلة اللي هي السلسلة الخاصة بإدارة التعليم، سيكون معنا إن شاء الله كيف نتابع المحاضرات الدراسية، كيف نقوم بالمتابعة لعضو هيئة التدريس، كيف نقوم بطرح الأسئلة ومشاهدة الردود لهذه الأسئلة. هذا إن شاء الله سيكون معنا في المقطع التالي، فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.